خلال 60 سنة افتكر او اكثر ألفت 3 أغنيات عن الدلال. كانت الاولى الدللي، ودي استاذنا الكاشف الله يرحمه اختارها للعاقد. ثم بعد كده بحوالي 20 سنة ألفتها سايق دلاله علي بنظرة بس قبلي، ودي اختار أستاذنا عبد العزيز محمد داود لكمال ترباس. وفي الفترة الأخيرة ألفتها أنا كنت بتدلل عليك، سمعتها لأستاذنا الموسيقار الفاتح الطاهر دياب وقال لي أمشي أديها إنصاف فتحي. أديت الإنصاف فتحي حتغنيها ليكم وأهديها لأستاذي الفاتح الطاهر دياب.
بارك الله عليك. يا سلام يا انصاف. على فكره استاذنا الفاتح الطاهر لما سمعته اللحن قال لي اللحن ده فيه دلال كتير، انت دللت اللحن تمام، الله يخليك يا بنتي. يا سلام عليكي، انا بعد كده ادللك طوالي. الله يخليكي، الله يخليكي. هذا البرنامج برعايه زين.